وان شاء الله الله ان شاء الله يبان ان شاء الله اليوم كنعرفوا اي واحد اب ولا ام عرفتي راه كي كيكون الحاله ديالهم فاش كيتوضر لهم شي ابره لا اله الا الله وصافي حنا وكرفسنا وان شاء الله نتمنى شنو سميتو اسامه والله ان شاء الله يدير الله خير يدير الله خير ان شاء الله قول الام ديالو ان شاء الله دير بالها وباقين عنده وليدات اخرين خاصه طري تشوف وليداتها الاخرين واش انت ما تاثرش لك على الخدمه ان شاء الله راه غادي يجي. اذا متابعينا الكرام مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء او من ضواحي مدينه الدار البيضاء من سبيت واللي كنتمنوا من الله واللي كنتمنوا من الله ان هذا النداء اليوم يشوف واحد الدري اللي بقى عنده 17 سنه خونا الصغير يقدر يكون ولد دربكم خوك من عائلتك اي حاجه بعض المرات كنعرفوا العقل ديال الدري الصغار يعني صافي كي وليدات اليوم راه حنا كنعرفوهم دغيا كيكعاو دغيا كيزعفوا كيتاخذوا قرارات اللي ما كترجع عليهم بعض المرات ماشي في صالحهم لا هما لا والديهم حنا كنعرفوا الوالدين بحكم هادشي اللي كيشوفوا راه كيتخلعوا على وليداتهم راه ضروري غادي يعطيك النصيحه وضروري غادي ينهرفك وضروري يقول لك لا ريح هنا وما ديرش هادي راه بحكم هادشي كله هو مطالب منك والو هو باغي كتصوفي راسك كي كنقولوا بالدارجه نهضروا حنا بالدارجه العاميه ديالنا راه خاصنا نقولوا باز الوالدين والله الا هاد السؤال انا بعدا ديما كنقولوا مع راسي باز الوالدين اللي شوف شو واحد الثقافه اللي كانوا عايشين فيها كي دايره وشوف اليوم كيفاش ولينا عايشين يعني واكبوا هاد التطور هذا كامل اللي كنعيشوه سواء اجتماعيا ولا ثقافيا ولا علميا ولا اي حاجه واكبوا ورغم ذلك محافظين على التراث ديالنا الله يخلي لنا اي واحد عنده والدين الله يخليهم ليه ومحافظين على اي حاجه ومازال كيخافوا على وليداتهم وبزاف ديال الامور اليوم حنا في سبيت دوار الحاج موسى خشيفة ديال واحد الشاب اللي عنده 17 سنه اللي الوالدين ديالو راه غادي يحماقوا عليه الاب ديالو راه فحال هيستيريا الام ديالو الله يحسن لها العوان خوته كلشي كيتسنى فيه السلام عليكم السلام عليكم وسام وليدي راك تشوفني راه حنا ما حنتينا وليدي راهنا كرفستينا وليدي امك راه تعوقت راه تعوقت وليدي الا كنتي تشوفنا الا كنتي تشوف هاد الفيديو وليدي ارجع لداركم ارجع لداركم مزوق فوق وليدي واخا شوف ان شاء الله فين ما ارجع لداركم وفين ما بغيتي تخدم سير خدم وليدي ما بغيتيش تخدم ريح في داركم انا كون صاحبك غدير بحالك وانا ما نقول لك والو فين ما بغيتي تمشي تخدم تخدم انا عقلت وليدي هذاك الراجل هذاك اللي باغي تمشي عندو انت راه هو اللي علمو راه هذا الشيء اللي قلته وليدي راه قلت لك شي كلمه ديال العيب الا كنتي تشوفني وليدي راك ساليتي معانا راه العزايه في الدار وليدي راه الليل كامل ونهار كامل رانا حنا اربع ايام دابا ما ناعسينش وليدي الا كنتي تشوفنا تقى فينا وجه الله واللي شافوا الله يرحم ليهم الوالدين راه النمره عاد تمر التليفون اللي شافوا يتصل بينا الله يرحم لك الوالدين شحال عنده من عام دابا اسامه عنده 17 كيفاش زاد زعف ومشى زعف سيدي طلعنا راه حنا تابغينا نعسو اطلع اسيدي قال لي انا غادي نتحي مع هذاك الراجل قلت له وليدي هذا الراجل خدام معاه هو كل سنين قلت له وليدي عاد من غتمشي قال غنمشي عند راجل اخر قلت له وليدي وهذاك اللي غتمشي عندو راه هو هذاك هذاك الحاج اللي معلمو سير تتعلم مزيان وخطف صناعة مزيان وك الساعة سير لداخل المدينة سير بري في المدينة ياك هادشي اللي قلت لك وليدي قلت لك شي كلمة أخرى وثق انت بغيتي ليها الخير هادشي اللي بغيت ليه وقلت ليه شوف سير انا دفعت لي لاكارت راه ثلاث ايام هادي باش دفعت لي شهاده السكنه راه باقه في المقاطعه في سير دير ودوب الموبيل وناش الله يرحم ليكم الوالدين اللي شافوا يتقى فينا هاد الوجه الله يرحم ليكم الوالدين عطينا شي تصويره ديال اسامه مرحبا عطينا شي تصويره جبد الناس شي تصويره ديال اسامه مرحبا باش حتى الناس يشوفوا اسامه وتا هو الا كان كيشوف فينا فالله يرضي عليك اخويا الله يجزيك بخير صحابو الا كنتو كتهضروا معاه ولا شي حاجه صيفطوا ليه هذا اللايف اسامه راه حنايا راه الوالدين ديالك ديال وقيشه صاحبي فين محتاجينك انا كنتسناوك صاحبي ترجع وتصوفي وتعاون وديك الساعه خدم انت فين ما بغيتي ودير اللي بغيتي المهم ما تخليش الاسره في هذا الحال فين غادي اشنو بغيتي تجيب سير يلا سير انا كنتسنى سير الا ما جبتيهاش معاك قلت لي الشقه كاينه هي واخا سير عندك راه ديتي معاك الميكرو ها راه نحيد لك الميكرو ولا تولي داوي مع مولاي الدار ولا شي حاجه ها سير واخ اذا متابعينا الكرام
نعرفوا ان هاد الوقيشه هذه الوليدات راه ليلى يلا يعني هاد كبير هار ها شدوا البولي صافي ماشي مشكل صافي هاك بلاتي هاك عاود اش عندك هذا هو خونا اسامه بينا فيه تبارك الله ولد مؤدب ولد دارهم مهذب مخلق ما بلي ما حتى شي حاجه يعني بينا فيه تبارك الله وليد اللهم بارك زوين فلهذا خويا اسامه بينا فيك تبارك الله ولد الناس مخلق مؤدب بغيناك اخويا ترجع ان شاء الله اليوم قبل غدا انت شتي الاب ديالك وانا كنهضر معاه قال لي عمري تخيلت انني زعما شي نهار غنتحط في هذا الموقف هذا ما عمري ياك عمري تخيلتك ولدي تخليني نزيد ما عمري تبوس لي على راسي الخضره تبوس لي انا كنقول لك بركه ما عمري تخيلتك ولدي دير معاك ولا تخليني نزيد فهلا بزاف فوت لك تشوفني وتشوف هذا الفيديو تلقى فينا وجه الله امك راه تعوقت اجي اجي وليدي فينا بغيتي تخدم خدم تلقى فينا وجه الله وليدي ولي شاف هذا الفيديو الله يرحمني الوالدين لان مرة ما يعيط لينا الله يرحم الوالدين يخبر يخبرنا وخبر مول الله يرحمني من الوالدين كان معمر عليكم الدار اسام فين ما دخل يجي اخته الصغيره يقول لها اختك الصغيره راه اللي كامل قالت عيط اسامه اسامه والله ما رقد حتى ترقد وتنوض اسامه حتى ترقد اختك قول لها اختك نور قول لها حتى ترقد وتغوت اسامه انا مزوق فكنا متلقى فينا وجه الله راه حنا قاعد مرضنا التقى فينا وجاي وليدي فين ما بغيتي تخدم الا كنتي تسمع الاوديو فين ما بغيتي تخدم وليدي جي بغي واش غنقت ساليتي معاه دابا الهضره مشات لك انا فهمتك انا عارف الله اللي مطال معاك وكنلقى بقى دابا كامل انا كان ما عمرني انا تخيلت غيجرى لي هادشي وليداتي كانت تبارك الله لا اله الا الله صبر صبر ان شاء الله شوف ابتلاء والصبر ان شاء الله وراه باينه فيه بعقله وان شاء الله باينه غادي يرجع لا معمر لك شي راسك شي واحد اخذ ما تليفون عرفوك فين كاين اقول لينا فين كاين انت وارتاحوا لا اله الا الله لا اله الا الله نتمنى متابعينا الكرام نتمنى من الله انكم تبارطاجيو اللايف ديال شو سميتك عمي؟ قادر السي عبد القادر نتمنى من الله متابعينا الكرام انكم تبارطاجيو اللايف ديال السي عبد القادر باش انه ان شاء الله نتمنى من الله يرجع لنا خونا اسامه رجع اخويا الله يرضي عليك باينه فيك وليد زوين مؤدب مخلق رجع اخويا عند والديك رجع عند الام عند الاب رجع لعائلتك راه ما كاينش اللي يبغي لك الخير بحال عائلتك ولا هضر معاك باك راه عن حرقه راه ما كاينش شي واحد كيبغي شي واحد يكون احسن منه سوى الابن ديالو انا قلت لي بقى خدامك الراجل تتعلم حيت هذاك الراجل كلشي هنا في السبت عارفينه معلم اللي شافو خدامك يقول لي راه دابا هذا درتي دابا هذا غيتعلم اش كيدير هذا الراجل تريسيان ديال الناس ديال الطوموبيلات ديال الطوموبيلات عارفينو الناس العمر هذا قال لي غنتحول من عدو قلت لي انا لا راه هذاك اللي غتحول عدو راه هو معلمو هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى من الله خير متابعينا الكرام تبارك الله عليكم كنا معكم من السبيت من دوار الحاج موسى ياك هو هذاك نيت دوار الحاج موسى متابعينا الكرام عائله اللي غادا تحماق بسبب يعني واحد الدري اللي مسكين مخلق مؤدب كنتمنى من الله انه يرجع ان شاء الله لعند والديه الاقرب في اقرب وقت ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله ونشوفوا الضحكه بين السي عبد القادر بين الله يعمر دار حتى هو وديال ديال الضحك وديال النشاط ياك السي عبد القادر انا خوتي راني داير ندير مخوتي انا راك البو اش كيبغي الولد يبغي يكون احسن منه رانا نبات في الليل نبات في السمر حتى حاجه ما حد يجوش ها الوي في راه شتي زعما ما حد يجو حتى حاجه ولكن داكشي لا اله الا الله لا اله كيوقعوا بعض المرات بحال هكا السي عبد القادر نتمنى من الله ان شاء الله خير متابعينا الكرام تبارك الله عليكم إلى ذلكم الحين إلى اللقاء